السلام عليكم الاخوان، كديرين؟ كل شيء بخير. اليوم غادي نبين لكم تراساج ديال الدروج السلوم الاخر اللي عندنا. كما كتشوفوا معايا درنا السلوم الاول، السلوم الثاني، هذا السلوم الثالث. ان شاء الله السلوم الاخر غنوريكم الطريقه ديال العبار ديالو كيفاش تراسيه. وبعدنا العبار من الفوق من الضاله القانيه للتحت، خصنا نعبروا هذا الطول هذا كيف ما شفتوا معايا. هذا الطول هذا نعبروه ونقسموه، شحال من درجه غتعطينا. خلينا نعبروا بالنسبه للدوره حتى الاخر فين غيجي الدروج باش نعرفوا المساحه ديال لامارش شحال غتكون فيها. نقسموا هذه المساحة على حساب لامارش، وهنا كما قلنا العلو غنقسموا الكونتر مارش، يعني شحال من درجة غتعطينا. أول حاجة هي كنشدوا العلو ديال الدروج من الفوق، من فوق الدارة، من الفوق، شد من الفوق المعلم، كتهود عبار حتى الدارة الأرض ديالها. ثلاثة متر وسبعة وعشرين، هذيك 3 متر و27. من عبرنا هذه المساحه هذه غادي نقسمهم على 17، نشوفوا شحال من درجه غادي تعطينا كوتر مارش ديالنا. غادي ناخذ 3 متر و27 غادي نقسموها على 17، عطاتنا 19 درجه. عبروا المساحه ديال الدروج، كنا غادي ندورو الدروج، كنبداو من عند الدرجة الأولى، نعبرو العرض الثاني، في الجهة الأولى عبرتي 3 متر ياك؟ عشرين، شحال تما المساحة اللي لقيتي؟ 3 متر وعشرين، 3 متر، لا جوج تسعين. 3 متر و 20 3 متر و 20 زائد 2 و 90 زيد الجهة الأخرى شحال فيها تايا؟ تايا نفس المشكل 3 متر و 20 زائد 3 متر و 20 عطاتنا المجموع 9 متر و 30. عندنا 3 متر و 20 9 متر و 30 غادي نقصوا منها طابلات، كل طابلة عندنا فيها متر و 18، جوج طابلات يعني جوج متر و 36، ناقص جوج متر و 36 بقات عندنا 6 متر و 94. غنبداو التراساج ديالنا دابا من الفوق، غنحيدو الطبلة الأولى، غنحيدو فيها تمايا متر وعشرين، عبر متر وعشرين ديالك من تما من عند الحيط عبر من عند الحيط، متر وعشرين هاكا. الدرجة الأولى هبط بها 12، ديما الدرجة الفوقانية كنخلوها ناقصة شوية 12، والدرجة الأولى داكشي اللي نقصناه من الفوق كنزيدو في التحتانية. ديك 3 سنتيم اللي حيدنا من الفوق و 4 سنتيم كنزيدو في الدرجة الأولى باش ملي ندوزو الفورما لا موزيك ولا الجليش كيتقاد لينا العبار، هو هداك مكيبقاش عندنا الشارج الفوق في الدرجة الأخرى.
كنت مغادي طراسي 17.5 على 34. ديما تشد الميزان يكون ميزان في الواقف وفي الراقد. هذا بعض العبار اللي خرجنا ديال 17.5 على 30 على حساب المساحه اللي عندنا هنا في الدروج. يقدر يخرج لك قل على حساب المساحه اللي عندك. اللي كانت عندك مساحه قل راه الدروج ما يخرجش لك فيهم. هذا العبار اللي عطيناك دابا ديال 34 على 17.5 تقدر تخرج لك قل. كيف ما كانوا الدروج بلاصتهم 9 كاين المساحه فيهم كما كيخرجوا الدروج مرتاحين والطلعه ديالهم مزيانه. نعبرو دابا هي الطابلة شحال شحال بقات لينا فيها تمايا لو وصلنا للكوان. الطابلة تمايا فيها 120 هاكا دور دور هاد الجهة تاني عبر 120 في الجهة الأخرى. يلا سطر على ديك الطابلة دابا. حط افيك باش صافي. شدو ما لقونت من تما 120 ديال الطبلة. مترو 20 ديالك. غتبقى عندنا تما درجة بيناتهم بين الطبلات. درجة عندنا فيها تما 34. ديما نحاول يكون الميزان ديما واقف في الميزان باش ما يزيدناش العبار. عطاني الطابلة ندورو بمترو 20. ضرب مترو 20 ديالك الأولى اللي هبط بالدرجة. وصلنا هنايا عندك هنايا كاينه الطابله. الطابله الاخرى اللي هي غتخرج لنا الدروج الدرجه الاولى. الدروج غيبداو من هنا. نلقاو طابله وغادي ندورو مع الدروج هنايا. شد مترو 20 ديالك. هاي فيها مترو 20. ديما حاول الميزان يكون ميزان. عاوتاني دور بمتر 20.
هي الدرجة الأخرى كتكون زايدة شوية. نزيدو هذيك 3 سنتيم الدرجة الأولى تولي عندنا في هذيك 21 هي البداية ديال الدروج. مشيتو معايا نعاودو نبينو التراسية ديالنا بالبيض حيت فاز منا دوزناها دابا بالتراسية. نعاودو نبينوها هي راه ديجا دابا تراسيناها دابا غير كنعاودو فيها باش تبان مزيان. غادي ناخذو 12 سنتيم ديال البيطون ديالنا كنتراسيو كنتراسيو تما طلع الفوق ثاني 12 سنتيم ديالك هذا هي التراسي ديال الماركه اللي غنشدو عليها حنايا الكوفراج ديالي اللي غتكون بيطون. شويه تكون قاعد ونقيد ها هي التراسية دابا هي هادي من البداية ديالها حتى النهاية. درجات فيهم 34 كما قلنا في لا مارش والكونتر مارش 17 سنتيم